احسن من الاخويا ونعم الرجال اخوتي تحياتي للرجال هو اخوتي اللي تكلفنا بلاصه الرصير وكل شيء اي حاجه اخويا منامي مرحبا ونعم الرجال صراحه جينا الشادو كل شيء في السبلة الوارد من فاس السلة قطع الله يدير هربر هربر خويا يوسف الغزال واكل اخويا يوسف ويا واكل لو ان شاء الله ما يكون بخير ان شاء الله يا خويا لا شوف شوف ان شاء الله لا حيده ما يكون بخير ان شاء الله ان شاء الله جبل دا تم كاين ميزان ماشي هو ميزان اخوتي ميزان هارب بزاف وغير مع يوسف اذا راس مضيع تحياتي للشباب تحياتي اخوتي العزاء خويا منامي اللهم امين اخويا احمد العز صغار 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 زياد ها لاعبين بالتي في انت دير لي كاس واحد سمع ستوب ستوب من اللي دور الخصم ما ضربوش الله عليك هنايا صافي من اللي طايح المال هذا ما ندفعش صافي واللي لو كيك كنضربو اكسترا من الداخل صافي تسمعني توش ليغو رومي يا روم رومي يا روم فاي Allez, 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 allez,
خاوة خاوة تحياتي في المستوى هذا
تبارك الله عليك حسين برافو عليك تبارك الله حسين بوك بوحدو كاين تساوي تبارك الله العز برافو عليك مازال النتيجه ديال الحكم مازال قلنا واحد القصه واحده ان شاء الله اللي غادي نكونوا تحت الشعار ديالها يعني العائله اليوم والاخوه يعني بيناتنا ان شاء الله خالد ما عندك ها تقن العرق شكون الفوت ديجا الله يكون مربيك قسما بالله العظيم الشاط العس قال لو وصلت يعني صافي هذه يا دبارك على العلاقه يا خوش يا خوش ونعم الرجال وجميع البلدان ونكون خوذ عز خويا ربي فضلنا كيجا خويا يوسف خويا كيجا بزاف اللي كيدي على اللي كيدي على المظهر ماشي راجل كاين ولا ما كاين الرجال وكلشي مصور راه اللي كيدي سيد بالله العلي العظيم مكرم ما قرانك اخويا تبات معنا ومرحبا بك في اي وقت هنا مرحبا بك وارض مرحبا الله يسلمك شوف مازال طال عمرك خويا عزيز عليك ان شاء الله اول حاجه تحياتي خويا منامي اللي تكلف لنا بلاصيرونس وبالعالم وبلاصه له باي حاجه ونعم الرجال اللي بغى يستافد خصو يجي لاصد منامي تحياتي عبد الله خويا السلاوي كورتاطا ونعم المدربين في البوكسين الطايف خوتي كيف العاده تحياتي اخوتي احسن بومبا كانت مع خويا كورطاطا واخا خوتي كان الوزن ديالي هرب عليا بزاف ولكن اخوتي باش نعجبكم انا نيفر جيف اب جات فيا نقول لك شي خمسه ديال الضربات والو طيح ما طيحش شي نطيحكم والله راه طحتكم اول الفكر وديما انتظروا الجديد وتحياتي السلاويين كاملين اخويا والله يوصلك على خير وبخير اخويا كورطاطا بيس خوتي احنا لعبنا كومبا ما تفرعنا ما تقاسينا ما تادينا ديما شادو احنا غاديين صحه سلام ما كاينه حتى لعبه لعبت مع خويا كورطاطا وكنتمنى لك اخويا التوفيق اخويا كورطاطا تبارك الله عاد الحجم 90 كيلو 90 كيلو ساعتي راه كيقول الفم مازال الفيديو تشوفوه ان شاء الله اخوتي عرفتي شحال من ضربه جاتني في وجهي ما طحتش ربي يعني الهربه ديما شادو بيس تحياتي